خل أقولك السنة احنا كسرنا القاعدة وإن شاء الله نستمر عليها السنة الجاية. في شنو بالضبط؟ في مسلسل مني وفيني وصارت البطولة رجالية يعني والمتحكمين في القصة الرجال. مسلسل عاصفة نفس الشيء، البطولة رجالية اي يعني المتحكمين في القصة. وإن شاء الله لأنه خلاص الحين صار وايد والعنصر الرجالي بدأ شوي شوي. شنو اللي صار وايد؟ صار وايد بطولة نسائية وإحنا وين رحنا؟ الله إيه؟ حاسدهم؟ لا مو حاسدهم، غيران منهم؟ مو غيران منهم. إحنا البدايات كان ما في نساء. إحنا كنا نعاني من الوجه النسائي، كان ماكو أي يعني مثل البنات أو بالأدوار كان ماكو. صح. فاستعنا في نجمات الخليج ونجمات عربيات أيضا ونجمات عربيات وشاركوا فالحين ما شاء الله دشوا الدراما. إنزين قاموا ينافسونكم ايه بالأدوار ايه. بس الأستاذة هبة مشاري حمادة هي اللي استنت السنة هذه أن الوجود والبطولة النسائية وقام الحين وبعدين صارت كملت الموضة وصارت المسلسلات كلها وجوه نسائية. احنا ما نعارض ولا نغار ولا هذا لا، بس احنا نطالب بالمساواة. الله يا الدنيا شفتي الله يا دارت الدنيا. هم كانوا يطالبون بحقوق المرأة، احنا الحين نطالب بحقوق الرجال.